بيكم في حلقة جديدة من حلقات هيفنز كيتشن. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن بامية باللحمة في الفرن. كل اللي هنحتاجه النهاردة عبارة عن بامية. انا جايبة النوع ده من ريستوران ديبو للناس اللي هنا في امريكا. انا ان شاء الله في حلقة هبقى اعمل لكم الاسعار وبجيب الخضار والحاجات كلها منين. ومعايا صلصة وبصل مكعبات وفص واحد بس من الثوم واللحمة. برضو اللحمة انا بجيبها هنا من حد مضمون في فيرجينيا للناس اللي في فيرجينيا. طبعا في مصر سهل خالص، لكن هنا كل الانواع اللي كنا بنجيبها من محلات طعمها بصراحة مش حلو، لكن الحد ده مضمون قوي والطعم اللحمة بتاعته بتبقى زي بتاعت مصر بالظبط. لو حد في فيرجينيا ومحتاج يعرف اسم الشخص ده ممكن يكلمني وانا ان شاء الله هقوله وممكن تجيبه منه اللحمة. ودي ورق لورا وحبهان بودرة، ممكن تستخدموا حبهان اللي هو الحب، وقطعة من البصل ومعها جزر للشوربة، وطبعا الملح هنضيفه في الاخر، ملح وفلفل اسود هنضيفه في الاخر مع بعض واحنا بنجهز البامية بتاعتنا النهاردة. يلا بينا نبدأ ونشوف هنحضرها ازاي. دلوقتي اول حاجة هبتدي اشوح اللحمة في معلقة سمنة، بس لازم الطاسة تكون سخنة قوي او الحالة اللي هتعملوا فيها اللحمة المسلوقة. اول ما تسخن قوي هننزل باللحمة. وما نقلبش فيها كتير عشان ما تنزلش المياه اللي جواها، ولازم النار تكون عالية. دلوقتي هقلبها على الناحية التانية. التوابل والبصل والبصل ودلوقتي ريحة التوابل طلعت واتحمرت من الناحية التانية، هنزل عليها بمية مغلية. وهغطيها واسيبها لغايه لما تستوي. بجد احلى طعم للشوربه اللي هو بيتعمل بالطريقه دي. اول ما هتستوي هرجع لكم ونشوف هنعمل ايه مع بعض. وعقبال لما اللحمه تستوي تعالوا نجهز مع بعض الصلصه. حطيت البصل المكعبات، هشوحه كده لغايه لما يبقى لونه ذهبي، وبعد كده هضيف الصلصه. ودلوقتي بعد ما البصلة بقت لونها ذهبي بالشكل ده هننزل بالصلصة.
واسيبها تتسبك شوية، وبعد كده تكون اللحمة استوت 3/4 سوا هنحطها في الطاجن مع بعض وندخلها الفرن. ودلوقتي اللحمة استوت 3/4 سوا بالشكل ده، والصلصة كمان جاهزة. هنبتدي نجهز الطاجن اللي هيدخل الفرن. الأول هنحط اللحمة بالشكل ده، شايفين لون الشوربة عامل ازاي؟ وهو كمان البامية. هنضيف الثوم، قطعته مكعبات صغيرة بالشكل ده، بيديلها ريحة حلوة قوي. بعد كده هنضيف الشوربة، وهضيف ملح وفلفل اسود كده من فوق. انا ضفت في الصلصة بس لقيت ان هي محتاجة حبة كمان. بس كده هنغطيها بورق فويل، وبعد كده هندخلها الفرن على درجة حرارة 400، هتسيبوها حوالي ساعة ساعة ونص، وبعد كده هتكون جاهزة. اول ما تخرج من الفرن هوريك. وكده حلقتنا خلصت، والبامية بقت جاهزة معنا بالشكل ده، وعملت معاها رز بالشعرية، والعيش ده كمان انا عاملاه في البيت. هبقى اسيب لكم الرابط تحت في صندوق الوصف. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة. اتمنى اشوفكم على خير في حلقة جديدة من حلقات هيفنز كيتشن. باي باي.